الحقيقة مرتبطين ببعض، و يعني تنمية سينا بتتزامن مع احتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد اللي بنحتفل بيه طول شهر أكتوبر، ونفسي نحتفل بيه طول السنة لأنه طبعا هو طبعا يعني النصر نصر وكرامة. الحقيقة حرب على الإرهاب لسه لحد دلوقتي يعني قائمة، في كمان حصل كذا مشروع في إطار مكافحة الإرهاب، وبقول على المشاريع دي إن هي طرق مهمة جدا من مكافحة الإرهاب، زي افتتاح المدارس، اتفتح 4 مدارس في شمال ووسط سيناء بالتعاون مع المجتمع المدني اللي بيشارك بقلبه وبيشارك بكل مجهوده علشان ننمي سيناء. ونسمع قريبا بقى كل الأخبار اللي تجيلنا من سيناء، أخبار تنمية، أخبار مشروعات، أخبار شغل وعمل وحفاظ على سيناء، قطعة من قلب مصر وقلوب المصريين جميعا. طبعا بالتأكيد، يعني أنا يعني طبعا يعني المجهود العسكري ومجهود الحرب في سيناء ملحوظ جدا، احنا شايفين حققنا اهي الافتتاحات في طبعا الصور المدارس حضرتك امبارح، زي ما حضرتك شايف مدارس الاربع كانت شيء مدارس. مهم جدا من القوات المسلحه والجمعيات بالظبط. منظمات العمل الاهلي. سياده المحافظ امبارح او اول امبارح كان بتجول في مناطق نائيه في بئر العبد، في الشيخ زويد بلا حراسه بالمناسبه تقريبا، ده كان بيدي صوره للعالم الخارجي ان هذه المناطق اصبحت يعني تحت السيطرة تماما، بالظبط. وانه احنا بنفتتح مشاريع. وانا اعتقد انه الفترة القادمة يعني خلال الشهور القادمة هتشهد هناك افتتاح يعني مشروعات كثيرة جدا. يعني محتاجين المرحلة القادمة انه تصدير صورة يعني الصورة الذهنية أخرى عن شمال سيناء أو طبعا عن منطقة معينة في سيناء، عشان بس بالظبط. ما نعممش إنه بتشهد مشروعات تنمية واهتمام بالمواطنين هناك وتطوير. شفنا هنا في مزارع سمكية، في بحيرة البردوية، تطوير مواني العريش، لسه الطرق، محتاجين كمان المدن لأكتر الجديدة وأكتر اللي من بتتم، كده. اللي الرئيس كان حدد مليارات الجنيهات لتنمية سيناء. يعني أنا أعتقد الفترة الجاية الاهتمام بشكل أكبر بتنمية سيناء هيكون هو المتصدر المشهد، لأنه زي ما أنت شايفة أعتقد أن أنت حققنا في العملية الشاملة نجاحات كبيرة جدا، نجاحات ما كانش البعض يتخيلها في ظل أن أنت غبت عن سيناء فترة طويلة جدا، ما كناش نعرف صحيح، حاجة عن بالضبط، صحيح. سيناء بشكل عسكري. يعني أعتقد أنت الآن في كل جزء من سيناء، واستطعت بالفعل أن يعني تجففي منابع هذه بالضبط، التنظيمات ونقضي الإرهابية عليها تماما. وتقضي عليها. يعني كل الباقي هي عمليات فردية، وأعتقد أن العمليات كمان انخفضت بشكل لافت جدا. صحيح، فأنا المرحلة الجاية يبقى بالتوازي مع الجهود الأمنية يبقى هناك أيضا جهود تنموية في قامة المجتمعات التنموية، في افتتاح المشاريع، في بناء المستشفيات والمدارس زي ما احنا شفنا، في تطوير الطرق والخدمات الصحية والمواني تمام. الآخر، لأنه أعتقد الموارد الموجودة في سيناء كثيرة جدا، وخاصة شمال سيناء. يعني أنت محتاجة عندك بس الاستخدام بالظبط هذه إن شاء الموارد الله. أعتقد والاهتمام بيها. المرحلة الجاية يعني إن شاء الله أتمنى، وده اللي هيكون موجود بإذن الله، إنه نشوف في سيناء يعني مشاريع، نفتتح مشاريع، يبقى هناك زيارات لكل القطاعات الموجوده، لاقامه حفلات فنيه، لاقامه مهرجانات رياضيه الى اخره، مهرجانات شبابيه. اتمنى ان شاء صحيح. الله في يوم من الايام قريبا جدا لا هو مؤتمر الشباب، قريبا يعني يعني ان شاء الله يقام ان ان شاء الله شاء الله ناخد في سيناء. مؤتمر يا رب الشباب كمان يا رب. هناك في اقرب فرصه باذن الله. يعني طيب حضرتك ذكرت العملية الشاملة، واحنا لسه يعني دي النقطة التانية بقى اللي يعني مش منفصلة عن اللي احنا كنا بنقوله من شوية، وافتتاح المدارس المسماة ايضا باسماء شهدائنا، اللي يعني اقل حاجة نقدمها لهم ان احنا نخلد اسمهم ونخلد ذكراهم، ضحوا بدمهم على هذه الارض، ودي يعني حاجة بسيطة قوي وصغيرة قوي ان احنا صحيح. نقدمها لهم. العقيد اركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري يمكن قال كذا نقطة وكذا تصريح مهمين جدا، وقال انه جرى اكتشاف وتدمير 240 مزرعه للنباتات المخدره و118، يعني قال يعني بشكل مدقق جدا 118 طن مواد مخدره، 24 مليون قرص مخدر خلال العمليه الشامله. والحقيقه كان حوار على احدى القنوات، كان حوار
مهم جدا وحوار مطمئن لينا جدا، حوار العقيد أركان حرب تامر الرفاعي. كل فترة العقيد تامر بيطلع بيتكلم في يعني عدة رسائل خاصة بسينا وخاصة بالعملية الشاملة تحديدا، مطمئنة جدا للشعب المصري، وهي أيضا رسالة لكل من تسول نفسه له نفسه أنه هو يعني يجي جنب أرض أو شبر من أرض مصر. صحيح. يعني أعتقد أن الحديث خلال الفترة اللي فاتت للزميل العزيز يعني العقيد تامر الرفاعي، يعني أعتقد أنه كانت مهمة جدا. يعني الرجل تحدث بالأرقام، أعتقد أن لغة الأرقام ومعلومات، لغة الأرقام هي لا جدال فيها ولا نقاش فيها، وهذه الأرقام تحمل دلائل ومعاني كثيرة جدا. أنت لو بتتكلمي عن مزارع البانجو على الأراضي والتهريب والأسلحة، معنى ذلك أنه يبدو أنه أن مصر أو القوات المسلحة والجهات الأخرى يعني أن استطاعت أنها يعني تحاصر التمويل الخارجي، فأصبح دلوقتي الاعتماد على إيجاد مصادر بديلة للتمويل لهذه الجماعات على سبيل المثال من خلال عمليات بقى التهريب، سواء تهريب البشر أو تهريب المخدرات أو زراعة البانجو. لأن زي ما أنت شايفة أنه أصبح ضرب تفكيك الهياكل نفسها، البنية نفسها لهذه التنظيمات، يعني أصبح يعني في الفترة الأخيرة احنا كنا بنشاهده، احنا بنشوف بس كده ايه البيانات بتاعت القوات المسلحة ما بنقراش ما بين السطور والأرقام تحديدا. الأرقام هي أهم حاجة، يعني المعلومة والأرقام بالظبط، هو يعني بيحدثوا هذه الأرقام كل فترة برضو يعني بدقة شديدة جدا. أنا شايف ما بحلل هذه الأرقام إن واضح إن هناك يعني ضرب في البنية التحتية لهذه التنظيمات، فبالتالي ان انت بتقدر تجففي كل المنابع اللي هي بتعتمد عليها هذه التنظيمات، سواء في التمويل الخارجي او مع محاولة اعادة تشكيل هذه التنظيمات مرة اخرى داخل اراضي سيناء. ولذلك انا اعتقد انها نجاحات مشهود لها لما تحققها دولة، واصبحت يعني فعلا مصر بدون يعني انحياز انه اصبحت نموذج بالفعل في محاربة الإرهاب بهذا الشكل والنجاح في القضاء عليه. انت شايفة دول كثيرة جدا للأسف بتحصل فيها عمليات إرهاب، فبالتالي انه نجاح مصر ده هو اللي كمان شجع. يعني ما فيش خلي بالك أمها انه دولة هتضخ استثمارات ضخمة عندك إلا إذا كان عندك استقرار وأمن، وهي عندهم دراسات بيبقى هذه الدول القادمة إليكي هي أرية المشهد كويس، عارفة انه مصر أصبحت دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة قوية، فبالتالي مش هاجيلك كده علشان سواد عيونك، لا عارف هو بالفعل عنده معلومات. ما هي دي الرسائل، إحدى الرسائل اللي بتتقال، وهو كمان عنده وسائله الخاصة اللي بيقدر يحصل بيها على المعلومات. بالظبط، بيقدر يتحرى ويتأكد من المعلومة. أنت بس لو ما كنتش نجحت في عملية الإرهاب ما كانش حد هيجيلك، ما كانش بقى في مشاريع ولا استثمارات يعني. بالظبط، فبالتالي هو شايف الجزء الآخر بس هشير إليه في الحديث أو في ما يحدث، إنه القوات المسلحة يعني هي قادرة تحارب الإرهاب وادي التبدي بالمناسبة. يعني حتى في داخل سيناء يعني هناك من المشاريع، هناك من الخدمات الكبيرة جدا التي تقدمها القوات المسلحة. لا شو كده قلت لسيتك ما ينفعش نفصلهم عن المدارس وعن الافتتاحات او يعني هي مسألة مش حرب فقط، هم كمان بيقدروا ظروف الناس هناك. بالظبط، وده اللي يمكن صرح بيه، ودي كانت ابرز النقاط اللي لفتت نظري يمكن في حديث العقيد تامر في النقطة دي تحديدا. ان لما سئل عن ايه سبب إطالة المعركة أو ليه وقت طويل، قال إن السبب في ده الحفاظ على حياة المدنيين، كأن بتجرى يعني مثلا عملية جراحية، بس عملية جراحية دقيقة جدا، فأنا مش عايزة أضر بالجسم نفسه فبشيل الخلايا أو يعني المشاكل اللي موجودة. فهي الحقيقة كانت الإجابة واضحة وصريحة وكريستال كلير زي ما بيقول، إحنا بنحافظ على حياة المدنيين. العقيدة العسكرية المصرية عقيدة إنسانية حقيقة يعني بالفعل بتعمل وفق مبادئ إنسانية، وفق كل المعاهدات والاتفاقيات العالمية التي نص عليها في التعامل مع الآخر. انت يعني جيش له بعد إنساني وبعد اجتماعي معروف جدا. لو كان على الإرهاب كل الخبراء العسكريين بيقولوا دي عملية
تخلص في وقت سريع جدا، ولكن في النهايه في مجتمع، في 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 شعب هناك، فبالتالي يعني احنا بيبقى في تضحيات احيانا علشان خاطر خاطر الناس. لكن انت لو على لو بشكل مجرد كقوه عسكريه خلصت من زمان، يعني كانت خلصت يعني بدل. صحيح.